شو فيك؟ شرارة. شو يا حبيبي؟ ليش بالزيارة الحلوة؟ كيف؟ صلي. ليش؟ ايه اتسلى هون بشوفكم. وين قاعدين؟ شو أخبارك؟ وين؟ لا لا. شو وين قاعدين؟ هون؟ احنا قاعدين في الليفينج يعني واحنا عاملين الموضوع ما انت شفت بدي اغير الكادر لانه كل ما اجي عم بحس حالي محضر كل شيء ايه نقعد على البراد مثلا المستديره يا شرار جوز نعطيك جوز جوز ايه بشرب جوز يلا ما تاكلهم كلهم هلا يعني ما تدلقهم من تمك يعني تدلقهم بتمه كله يود قالوا لي يوصل مثل ما هيك بكسر عليكم عن جد ليه عزمت حالك استنى شوي هذه شو سياره الحلبه جيت سنة شو عن جد خبروني انه يعني حسيت انه عنا دبريف هلا ما بعرف شو؟ لا النهارده يعني جاي يقعد معنا يلا هيك نصور مين بده اورنج جوس مين بده ستروبري؟ This is orange yeah؟ اورنج يلا انا اخذ اورنج اوكي بدي اخذ ايه؟ على حسب انه انا كوكتيل طب خبروني شوي كيف كان ايفان شو كيف التحضيرات شو صار معكم؟ قد ايه في خوف قد ايه في تنشن؟ وانا عملته منيح لهيك انا نوميني هالاسبوع روعه نوميني لا الليفل كان لطيف جدا اليوم كان حلو اصلا جابوا لنا امبارح قبل امبارح جابوا لنا ايه اه قبل امبارح جابوا لنا ايه وايه امبارح جابوا لنا ايه انا كنت زيد عليها كثير هذيك السنه قالت لي كان عندها مشكله نفس دائما على الستيج عشان كانت بترقص لكن كان يخلص نفسها قبل الاغنيه بتوصل اخر اغنيه تعبانه صح ايه ومروان شو مين ومين حنان وحنان حنان ونسيم حنان ونسيم إلا شو بك؟ لا عم شوف بس مروان شو اخذ على خاطرك انت اخذ على خاطرك انا ما اخذ على خاطرك والله عظيم والله انا بحبكم جاي بس انه يمكن نفسكم شوي انا بتحبنا؟ لك وش ما بحبي اكيد ليه ما بدي احبي ليه ما بدي احبكم؟ ما عنده شيء ضدك يا حنان ليه بتاخذوا موضوع شخصي؟ ليه كل شيء بتاخذ انا ضروري اعرف بدنا ضروري نحكي بس لانه في عمود هون ما بعرف انا كل واحد وشخصيته انا ما بحب ما بعرف يمكن لو كنت عم بمدحك كنت حتحبيني اكثر لا وحيات الله لا سيريس انا ما بحب العالم يلي هيك كثير عم تضغط علي يعني عموما شو تضغط عليك هيك يعني ما بعرف ثاني شغله انا وقت اشتغل موسيقى بشتغل تحت ضغط يعني بحب البريشر بريشر كيف لا بقول البريشر ميكس دايموند ميك دايموندز ميكس دايموندز بس ميك دايموندز باوقات صعبه مرات مش كعطول كرياتيفيتي بتكون موجوده يعني حتى لو كنت حطوا بريشر عليكم بس انت او انتم وضعكم مش هين صح بس كمان برجع بقول انه خلص تعودتوا يعني خلص صار ماشي بعروقكم خلص صار روتين الاكاديمي والسيستم كله خلص ما بعتقد في حجه بس انا كنت بدي اعرف بس اذا انا بحب على طول حرك بحب ادفشكم بس انا انسان مرتاح ما بينجح صح ما لي لا تزعلوا انسان قاعد بده في شوية تعب شوية جهد وخاصة بالفاينل بقول لك شغلة إذا بحكي شيء بحكي من رأيي الشخصي أنا بشوف قصص وفيني يكون غلطان عادي وفيني يكون كثير معي حق كمان بس إنه يعني الدنيا ذوق والأذواق تختلف صح ما فينا يكون هذا الموضوع غير قبل النقاش بس مش معناتها إنه أنت ما عندك شيء أنا بحبه يعني بس أنا في كثير مرات بالبرفورمنسز بتعملوها بيكون في شيء ناقص كثير في شيء كثير زايد ليه ما بنحكي عن الزايد مرات أنا بقول لكم بتزدوها بس بالعرب بس ولا مره حدا مثلا كنت تحس انه مثلا انه هالجمعه لازم يفاجئني كنت خاف منها هايدي كنت حبها اول شيء بعدين اشدت 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 قد ايه عملت حرب عليك انا ليه ما اخذت هالشيء معي انا لا مجبور اعمل حرب نفسي نسيم انت ليك انا جربت حركك بحكيك اياها جربت حركك كثير بالمواقف كثير من مواقف حركك انا كل انسان بشوف عنده شيء بحركه بس عندي طريقه حركش فيها يعني مش انه لازم احكي لك الواحد يا اخي اذا حدا كل واحد مروان انت ليك بقول لك شغله في اصوات يعني في اشخاص تاخذ الموضوع شخصي انا بحسك كنت تاخذ الموضوع شخصي معي انا ما كنت اخذه شخصي معك انا كنت اجي اقول لك من بورتو فيو من وجهه نظري انا البوينت دو فيو تبعي اللي هي انه يا مروان انت على طول بدك تفرجينا انه انت بتغني صدقني انت لو ما بتغني ما كنت فت لهون يعني ما حدا جايبك يعني تقرب حدا او انت بس هي الاشياء الصغيره انه عندك شيء تقوله يا اخي طب هذا الشيء اللي بدك تقوله قوله بس بديسيبلين ناقصك ديسيبلين كان انت في خبرك خبريه خبر بدك فيه انا خي زعم معود سوري انا معود اغني هيك بهالطريقه في غنيه عن غنيه مثلا انت بس قلت لي كثير شددت لي على العرب يعني اوكي ضويت لي خي خففت اجمى في يعني اجمى في قدرت خفف وقدرت اني رجلج بس رهبه المسرح وانا اول مره على مسرح ما بتاخذ شيء بعين الاعتبار يعني هيك يعني مع التوتر بتكرر يا مروان ما تشرب بتكرر بتخلص بتبطل حلوه
ما عم بقول لك، عم اقول لك شو المشكله ولو صلحها خلص وقفتك وهزتك عندك عندك حركه بشعه وحركه بتلمع كل هدول. ما انت هون للديسيبلين ما هي اسمها اكيد ماشي حق معك هلا بدك تقبله. انا كنت معود يعني انت ما كنت تقول له، انا كنت معود دائما غني مثلا مش على مسار كثير يعني كبار كثير انه بغني اشياء طربي دائما. لهيك لما هون ستار اكاديمي غنيت كل الالوان، غنيت كل الالوان بس حسيتك عم تغني كلهم مثل بعض. ايه مع انه كنت معود كثير غني طربي وما طلعت منه ولا مره حاولت اني غني شيء جديد لما مثلا في كومبيتيشن او شيء حتى مع التمرين بتمرن ما بدها وقت، مش انه تمرنت اربع اشهر يعني بدها شغل. هاو تو يوز يور فويس يعني دراسه اربع سنين فيك تقعد فيك تضل تدرس. في ناس بيسمعوا خي مع الوقت بصير كل شيء بيتطور. قلت لك السمع شغله مهمه، ديسيبلين كمان، شو بتسمع شو بتغني قد ايه انت بيربى ذوقك من سمعك، واللي بتعرفه بتتسمه من العلم والخبره مع الوقت كمان بتصير متمرس. بس انه كل شيء بتاخده هو من السمع صدقني. حنان انا قلت لك انا مش انه عندي شيء ضدك بس انا لا انا بمزح انه اكيد انا بحب خامة صوتك بس برجع بقول انت تاخرتي لشغلتي حالك كان لهيك رفايات والله العظيم ما خسروا ما خسروا الموضوع انت ما تجي وهي تجي يلا اوكي. يمكن تاخرت شوي استوعبت ما بعرف انه كيف افتح تمي اكثر كيف ما بعرف بس انه المهم انه بالنسبه لي المهم طولت تاخرت. ايه اكيد فرقت منيح مش معقوله قبل ما كنت تغني كنت تصوفي قبل ايه شغله اختيارات شغله كثير قويه بعدين انت باي يعني شو التارجت تبعك على طول مثلا وقت يجي واحد خاصة بشركة الإنتاج كلهم أو الليبلز بالعالم بيقولوا خي طب أنا جتني جيني ديمو غنية كيف؟ أنت بهيدي شو التارجت تبع مين؟ بيدرسوا قبل الماركت لأي نوع عالم أو لأي أعمار هالغنية تضرب، مش هيك بتلاقي مثلا مرات في أغاني تضرب مرة واحدة بيجي فرقة بتخلق هيك أوت أوف نوير بتعمل غنية واحدة بتعمل بيعملوا ملايين وبيكسروا بياخذوا بلاتين بياخذوا يعني بياخذوا كثير بس ما بجرب اسمع حسب الأسواق يعني حسب انت مالك عايشه لا بال اي ولا بنيويورك انت عايشه بلبنان وعالم عربي بيسمع يعني بحب الشيء اللي بيصدقه. انا ما كثير صدقتك لانه اول شيء مش موسيقتك مش موسيقتنا. انا اللي صار لي 20 سنه بعمله انه جرب اقرب الموسيقى اللبنانيه على الموسيقى الغربيه اللي انا ربيت عليها. انا متاثر بالغرب كثير بس متاثر بالغرب الشطاره انك تصير تدمج اللي انت بتعرفه واللي انت هو فيك اصلا هو هذا اللبناني تصير شوي شوي تجوزه باللي بتعرفه انت او اللي درسه او اللي انت تصير اوموجين يعني تصير اوموجين وتجرب اللي بيسمعك بالغرب ما ينقص منك.